أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا يكن بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم
أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ورفعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب 26، ابتداء من قوله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الآية. بعدما تناولت الآيات الكريمة السابقة بالذكر قصة موسى مع قومه باختصار، وبينت ما أمر الله به موسى من تذكير قومه بأيام الله بما فيها من نعم ونقم، وبعد أن حذر الله مشرك العرب ومن والاهم من أن يصيبهم ما أصاب قوم نوح وعاد وثمود، انتقل كتاب الله إلى الحديث عن الرسل وأقوامهم عامة، من عرفت أسماؤهم وقصصهم عن طريق الوحي، ومن استأثر الله بعلمهم دون خلقه فلم يرد عن أحوالهم أي بيان أو تفصيل، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات، إلى أن قال كتاب الله: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. هنا يشير كتاب الله إلى الدعوة العامة والوحيدة التي جاء بها كافة الرسل عن الله في جميع العصور والأجيال، كما يشير كتاب الله إلى الرد القبيح المتشابه الذي توارته خصوم الرسالات الإلهية من أولياء الشياطين المتعصبين المتحذلقين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله تعالى: ليغفر لكم من ذنوبكم، من ذنوبكم، ذهب سيبويه إلى أن من في هذه الآية للتبعيض، وعليه يكون المعنى أن الكافر إذا أسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، أما ما يذنبه بعد دخوله في الإسلام فهو في المشيئة، وهكذا تقع المغفرة للذنب السابق على الإسلام، ويبقى الأمر معلقا بمشيئة الله فيما وراء ذلك. ويشبه هذه الآية قوله تعالى في سورة الأحقاف: يا قومنا أجيبوا داعي الله
وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقوله تعالى في سورة نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فهذه الآيات كلها فيها كلمة من المقتضية للتبعيض، وهي تقتضي غفران بعض الذنوب للكفار متى آمنوا، وذلك يشمل جملة ذنوبهم في الكفر قبل الإيمان، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. وكلمة بسلطان الواردة هنا، هذه الكلمة ترد في القرآن بمعنيين، المعنى الأول البرهان ويشمل المعجزة، والمعنى الثاني القوة كما في قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان. وقوله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، إشارة إلى ما يحاوله الكفار دائما من الضغط على الرسل بغية التسليم لهم بملتهم، وما يهددونهم به من النفي والإبعاد عن أرضهم إن لم يذعنوا لضغطهم. ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة الإسراء خطابا لرسوله عليه السلام وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وإلى قوله تعالى في سورة الأنفال خطابا لرسوله أيضا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإلى قول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال أبو القاسم بن جزي والعود هنا أي في قوله تعالى لتعودن في ملتنا بمعنى الصيرورة، وهو كثير في كلام العرب، ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملة الكفار قبل ذلك فحاشاهم من ذلك. وقوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، إشارة إلى ما قام به الرسل عليه السلام من الاستنجاد بالله وطلب النصر على الكفار، وإلى أن الله لم يخلف وعده رسله بل نصرهم على خصومهم وخاب كل جبار عنيد. وقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون على لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، إشارة إلى الصفة التي يكون عليها الكفار يوم القيامة. فلفظ مثل هنا بمعنى الصفة نفسها، وليس المراد به مجرد ضرب المثل. ومذهب سيبويه الفراء في هذه الآية مثل الذين كفروا بربهم
هو نفس مذهبهما في قوله تعالى في بداية الربع الماضي: مثل الجنة التي وعد المتقون الآية. فعلى مذهب سيبويه يكون الخبر هنا محذوفا تقديره: فيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا بربهم. وعلى مذهب الفراء يكون الخبر هو الجملة التي بعده، أي أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح الآية. وشبهت أعمال الكفار التي يظنونها أعمالا صالحة بالرماد في هذه الآية لذهابها وتلاشيها وعدم اعتبارها، إذ هي فاقدة لشرط الإيمان والإخلاص الذي هو شرط أساسي لقبول الأعمال، كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، إشارة إلى أن الله تعالى لا يمتنع على قدرته أن يبيد المخالفين ويمحق الكافرين ثم يستبدلهم بمن يطيع أمره ولا يعصيه، وبمن يؤمن به ولا يشك فيه، على غرار قوله تعالى ضمن آية ثانية وردت بنفس اللفظ والمعنى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ونظير قوله تعالى في آية ثالثة: إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين. وقوله تعالى في آية رابعة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إلى آخر الآية. هذه إشارة إلى الخطبة التي سيلقيها إبليس على أتباعه من الضالين والمنحرفين والمنافقين والكافرين عندما يرتفع النقاب ويهتك الحجاب ويفصل في أمر التواب والعقاب. فيعترف إبليس اللعين لأتباعه المخدوعين بأن الله وحده هو الذي وعد عباده وعد الحق، وأن إبليس لم يعدهم إلا وعد الباطل، ثم يتبرأ منهم ويلقي المسؤولية كلها عليهم ويدعوهم بدل من أن يلوموه إلى لوم أنفسهم. قال ابن كثير: ظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخول أتباعه إلى النار. والمراد بقوله هنا: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمغيث لكم وما أنتم بمغيثين لي، فليس في استطاعة أي واحد إنقاذ الآخر مما هو فيه من العذاب، بل كل منهما عاجز عن إنقاذ نفسه فضلا عن إنقاذ الآخر.
ما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم أشار كتاب الله إلى عاقبة المؤمنين المتقين وما يلقونه عند ربهم من حسن الجزاء، فقال تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأخيرا ضرب الله المثل للعمل الصالح الذي يعمله المؤمن كلما هم بعمل، وللقول الطيب الذي يفوه به كلما فاه بخطاب، ولا سيما كلمة الإيمان. فقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كما ضرب كتاب الله المثل للعمل الفاسد والقول الخبيث الذين يقوم بهما الضالون والمنحرفون والمنافقون والكافرون، ولا سيما كلمة الكفر والإلحاد. فقال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والمراد بقوله اجتثت أي استؤصلت، والمراد بقوله ما لها من قرار أي لا أصل لها ولا ثبات. وقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، المراد بالقول الثابت الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الشهادتان اللتان يقر بهما المؤمن من أعماق قلبه ويشهد عليهما كل جوارحه ومشاعره. وهكذا إذا فتن الذين آمنوا في الدنيا ثبتهم الله بالقول الثابت فلم يسلبوا ولم يزلوا، وإذا فتنوا في الآخرة ثبتهم الله بالقول الثابت فلم ينسوا ولم يضلوا. وكما بشر الحق سبحانه وتعالى المؤمنين فقال في شأنهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين أنذر الكافرين ومن سلك مسلكهم من ضالين. فقال تعالى هنا: ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء في دار التكليف ودار الجزاء.